جه بالصدفه لان احنا للاسف كل بطولاتنا وكل انجازاتنا اعتقد كانت بالصدفه. خلينا انا صريح معاكم، بالصدفه. احنا وصلنا كاس العالم 3 مرات، 34 كانت المنافسه محدوده جدا، سنه 90 وسنه 2018. سنه 90 تجمع بالصدفه جيل من اللعيبه المميزه جدا جدا في كل المراكز. كان ليا الشرف ان انا اكون واحد واصغر لاعب في هذا الجيل مع مدرب قدير جه اكيد بالصدفه، مدرب عبقري الراحل الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري، وقدرنا نوصل كاس العالم 90 بعد غياب 58 سنه عن 34، وفضلنا 28 سنه بعديها عشان يجي جيل مميز بالصدفه. ما بين الجيلين دول كابتن حسن شحاته مدرب عبقري مدرب كبير بالصدفه، مع جيل تجمع على مستوى عالي جدا في كل المراكز بدايه من عصام الحضري لغايه عماد متعب، جيل تجمع بالصدفه، وكان النتيجه الحصول على البطوله الافريقيه في انجاز لن يتكرر للكره المصريه الا اذا اشتغلنا واجتهدنا وعملنا اللي علينا. فعايز اقول لحضراتكم ان انجازات الكره المصريه كلها مش مدروسة، مش مخطط ليها. طيب لغاية امتى؟ ولما اقول لغاية امتى عايز اخد شوية من القيادة السياسية. سمعنا عن مصر 2030، سمعنا عن مصر 2050 في مجال الصناعة، في مجال الطرق، في مجالات كذا وكذا وكذا وكذا. طب هو فين مصر 2030 او مصر 2050 من كرة القدم، من الرياضة، من الحاجة اللي الشعب المصري كله بيعشقها؟ فين المسؤولين عن هذا التخطيط؟ بنخطط على مستوى الطرق، على مستوى الصناعة، على مستوى التجارة، على مستوى لمصر 2030 فرجوا عليها هتبقى عاملة ازاي، مصر 2050. لكن فين صناع الرياضة من هذا التخطيط؟ فين مصر الرياضية في 2030 و2050؟ هو ده اللي لازم نتكلم عليه. وأتمنى يا رب، بقول يا رب الكلام اللي بقوله ما يتنسيش كمان 3 أيام أو بعد بكرة مع بداية الدوري المصري. وياريت الكلام اللي الناس بتتكلم عليه مش هي دي مشكلتنا، كيروش يقعد لا كيروش يمشي، لا يقعد لا يمشي، مش دي مشكلتنا. كيروش هيقعد ولا هيمشي، ومشينا بنفس النهج هي نفس النتيجة.